لا حكم هنا ولا سلطان للأسد ولا لجيشه وفروع أمنه، بل ترفل مدينة المالكية في أقصى شمال شرق سوريا بأثواب الحرية الجديدة. المدينة مزيج من أكراد ومسيحيين وعشائر عربية يعيشون مع بعضهم في سلام ووئام، لا يكدرهم إلا الواقع الاقتصادي المتعب بسبب ظروف الحرب التي تسود سوريا إبان محاولة جيش الأسد قمع ثورة الشعب المطالب بالكرامة والحرية. من ناحية الخضرة، من ناحية المازوت، البنزين، لتر البنزين مثلا 175-200، يوم اللي ما مسكر الحدود تبع كردستان العراق لتر بيوصل ل 225-250. يعني الشيء الظاهر اللي عندنا الحمد لله كردستان العراق قريبة علينا، يعني صايرة انه كانوا منفس حدودي او مثل ما تقول ابرة ديكلون، يعني تعيش العالم هون بالمنطقة. يعني في مرات عندنا من الكهرباء باليوم في ساعة كهرباء، ساعتين ثلاث. كغيرها من المدن الحدودية تتمتع المالكية بنافذتين من الفرج تجاه تركيا والعراق، لا تفتحان إلا قليلا ليمر عبرهما بعض المواد الغذائية البسيطة بالإضافة إلى اللوازم والحاجيات الضرورية للسكان، لذلك تعد ظاهرة التهريب العمل الدائم لشبابها الذين ينالون قوت حياتهم من وراء ذلك، في حين ترسم إشارات استفهام كثيرة حول هوية مستثمر آبار غميلان القريبة والغنية بأجود أنواع النفط في العالم. وضع اقتصادي بينه هناك حصار كامل من قبل السلطات بحجة وجود جيش الحكم، تنقلات ما فيه، نقل مواد تموينية أو أي شيء ثاني من جهة السلطة من جهة حلب أو جهة دمشق ما راح يجوا لها. منافذ حدودية قدر الإمكان مغلقة من جهة تركيا. باتفاقهم على وحدة الآمال والتطلعات، يتابع سكان المالكية دورة حياتهم، ينتظرون بشغف تحرير باقي الأراضي السورية من معسكرات جيش الأسد المتبقية لتعود أجواء المدينة إلى طبيعتها للسلم وللأمن والعيش المشترك. شبكة شام، الحسكة.